പാരെ 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي أعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام مما افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم فلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم يوشنون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبديني وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يسمعون إلا من ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهن وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تبيد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا هم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفهم التفهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سوريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم يصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا بيستهزئون ونقول من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متى على هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ناقصها من طرفها فهم الغالبون قل إنما أنذركم من الوحي ولا يسمع صم الدعاء إذا ما ينظرون ولئن مستهم نفعة من عذاب ربك ليقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له موقنون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لنبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم آتم وآباءكم في ظلال مبين قال وجئتنا بالحق يا مات من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا ما فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم قالوا له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا يطيقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء يطيقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا ضركم نفل لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون قالوا حرقوه واسروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قل لا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين مرجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا لإسحاق ويعقوب نافلة وكلنا جعلنا صالحين وجعل لهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين بلوطا آتي له حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ودخل لهم في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قول فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكلب العظيم ونسرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ فشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا
بعد بود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمنا صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فلا أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم نعم ورحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذي الكفل كل من الصابرين ودخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقضي عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا ويحيى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجا فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني وتقطعوا أمرا بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يسلمون وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما بردوها وكل من فيها خالدون لهم فيها زفير ومن فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها هم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إن كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذيتكم على سبأ بين أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر ولا القول ويعلم ما تكتمون من أدري لعل فتنة لكم متاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب علي أنه ما تولوا فأنه يظله ويهدي إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل ثم نخرجكم طفلة ثم لا تبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرضي الأرض للعمل لكي لا يعلم بعد علمي شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله والحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث ما في القبر ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثانية في ليذل عن سبيل الله لو في الدنيا خزي ونضيق يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به ومن أصاب وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من يد الله ما لا يضره وما لا يفعل ذلك وظلال بعيد يدعو لما ضر أقر من في لبس الموالى وبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعمل الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب للسماء ثم لقطع فليظن هل يذهب أن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آية بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما لهم من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اقتسموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصر به ما في بطون والجلود ولهم نقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يهد في إبل الحاد من ظلم نذوق من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم واذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير
ثم لقضوا طفا ثم لفوا نذورهم ولا تطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يدم حرمات الله فهو خير له عند ربي واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به وبشرك الله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فانهم يتفلقوا لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق ولكل ما تجعل ما سقى الذي قسم الله على ما رزقهم من مهمه الانعام فالهكم اله واحد فله اسلموا وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الصابرين على ما اصابه وقيم الصلاة ومما رزقهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير واذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقى منكم كذلك سخرها لكم لتكبر الله على ما هداكم وبشر المحسنين ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور وذين للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرج وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرج من ديار بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ذكر في اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله عز وجل قوي عزيز الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن كذبك فقد كذبت قبل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة وكذب موسى وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمهم لدل الكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خابطة على عرشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم تسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها فإن لها مثل لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجل لك بالعذاب ويخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكي من قرية أملت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإليك المصير ويا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم الذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب وولف الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فنسخ الله ما ألقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلوب مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أن الحكم ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في بداية منهم حتى تأتي الساعة بغتة وياتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في الله من بعد ما والذين هاجروا في الله في سبيل الله ثم قتلوا وماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لنصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يلجي الليل في النهار ويلجي النار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله العلي الكبير لم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل ما تجعل ما سكنه ناسك فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم إذا دلوك فقل له أعلم بما تعملون الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن في ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل بسلطان وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسلون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعده الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس اضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا بيجتمعوا له ويسلبهم ذباب شيء لا يستنقذوه من ظهور ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدر إن الله لقوي عزيز الله يستفي من الملائكة الرسل ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده وجدباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون الشهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.